هل في عروض التجارة زكاة؟ نعم في عروض التجارة زكاة، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، والأدلة شاهدة له. أما الذي يقول لا زكاة في عروض التجارة فرأي في غاية الشذوذ، ورأي في غاية الإضرار بالشخص في دينه وبالمسلمين عموما. ولا يتصور أن شخصا ما في يد 10,000 ريال عاجز عن تشغيلها يزكي عنها، ورجل معه 1,000,000,000 ريال أضعها في تجارات لا يزكي عنها. ومن الأدلة على زكاة عروض التجارة أن الصحابة قالوا منع العباس ومنع خالد ومنع ابن جميل، فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قالوا فلو لم يكن احتبسها في سبيل الله لوجبت فيها الزكاة.